لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله، وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله، فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله: الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، الحي القيوم المتفرد بالبقاء، وكل مخلوق منتهي إلى زواله، السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا يتبرم بإلحاح الملحين عليه في سؤاله، البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله، وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله، فإن أقبل إليه تلقاه، وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله، وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله، بل يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله. وأشهد أن لا إله إلا الله كلمة قامت عليها الأرض والسماوات، وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وهي أساس الفرض والسنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين وحسرة على الكافرين، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى، فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما عرف بربه ودعا إليه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أوصاف الإيمان تصبغ بأهلها، وإن وصف الإيمان فيه معنى الأمن، كما أن وصف الإسلام فيه معنى السلم، فالمؤمنون أمان والمسلمون سلم، إلا أن يأذن الله بإذنه فيما يشاء في خلقه. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. وقال صلى الله عليه وسلم في اللفظ الآخر: أكمل المؤمنين إسلاما من سلمه الناس، أو من سلم الناس من لسانه ويده. هذا الوصف في المؤمنين على وجه الكمال إذا تم إيمانهم، وإذا نقص إيمانهم فإنهم يكونون من جنس المؤذين الذين توعدهم رب العالمين. فلا ترى المؤمن حل في مكان إلا وانتفع الناس منه وصار لهم مصدر أمان، حتى وإن كانوا يخالفونه ويؤذونه.
فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤذيه قريش أيما إيذاء، وهو هو الذي يأمنونه على أماناتهم. وهاجر صلى الله عليه وسلم والقوم كفار محاربون، آذوه إيذاء شديدا يطول المقام بذكر طرفه، فكيف بتفاصيله وأذاهم. يترك علي رضي الله عنه حتى يرد الأمانات إلى أهلها. فالمؤمن لا يتخلف فيه هذا الوصف، فهو مؤمن بإيمانه لله يلتمس أمره ونهيه سبحانه وتعالى، لا يعامل الناس بمثل ما يعاملونه. ولو أن المرء يجاري الناس بما هم مؤدون له لترك دينه بالكلية، فإن إيذاء الخلق لا يكف، وإن أذى الناس لا ينقطع. فلو أنه عامل الناس بمثل ما يعاملونه لصار أسوأ خلق الله كلهم. ولكن المؤمن يقف عند حدود الله، ينظر ما الذي شرع له وما الذي حرم عليه، فيقف بهذا الوصف متجنبا وصف الذم الذي توعد الله. وإن من أعظم أوصاف الذم إيذاء المسلمين أولا، وهذا فرع عن قلة الدين، وهذا يكمل في الإيذاء في من كفر بالله سبحانه وتعالى. فإن الكفار لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يستبيحونهم ويعلون ذلك ديانة، وعلى رأس القوم اليهود لعنهم الله، فإنهم أجرأوا الناس على دماء المسلمين، حكى الله عز وجل معتقدهم فلابد أن نعيه. قال الله عز وجل ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. قالوا نقتل في جنس العربي ولا إثم علينا، ليس علينا سبيل في هؤلاء وفي هذه الأمة، هذا معتقدهم دينهم عقيدتهم التي يقومون عليها. قال الله عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فهذا وصف لم ولن ينفك عنهم طالما بقي الدنيا الناس، فهذا لابد أن يعيه المسلمون، أن هذا معتقد، أن هذا معتقد يسير في عروقهم وتنبض به قلوبهم. فإن هذه جولات ولن ينقضي الحال على ما هو عليه. فهؤلاء القوم إذا أهم ابتداء كان لله ولرسوله. قال الله عز وجل إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. يأتي السؤال، هل يستطيع أحد أن يؤذي الله؟ هل يستطيع أحد أن يصل بأذى إلى الله؟ لا، ولكنه ألحق السب والمخالفة والعصيان جهارا نهارا، فهذا نوع إيذاء. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل شتمني ابن آدم ولم ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم ولم ينبغي له ذلك. فأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وإني أنا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأما تكذيبه إياي فإنه قال لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وقالت اليهود عزير ابن الله
وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فهذا الوصف في الإيذاء أولا، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى هذه الآية: كانت في من نزلت في اليهود والنصارى والمشركين، ثم قص طرفا من سب اليهود رب العالمين سبحانه وتعالى. فإن معتقد اليهود أعظم المعتقدات فسادا في الله وملائكته وكتبه ورسله. فأما لله فنسبوا إليه سبحانه وتعالى الفقر. قال الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ثم تلوا على ذلك فسادا آخر وسبا تلو السب في الله. قال الله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وكذا نسبوا لله عز وجل التعب، فنسبوا فيما نسبوا إليه أنه بعدما خلق السماوات والأرضين في ستة أيام استراح في اليوم السابع على قفاه، هكذا يقولون. فهذا يوم يتعبدون فيه بعدم العمل، شئت أم أبيت لن يعملوا. فهذا يتشبهون فيه فيما ينسبونه للرب أنه استراح في يوم السبت على قفاه. فأنزل رب العالمين سبحانه وتعالى ردا عليهم: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. أي تعب هذا الذي تنسبونه لله؟ ثم سبوه تارة أخرى فنسبوا له سبحانه وتعالى العجز، فسطروا بما كتبت أيديهم: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فإن تحريفهم لا يقف على مجرد التلطف في التحريف، ولكنهم حرفوا لفظا ومعنا سبا صريحا في الله خالقهم ورازقهم. فقالوا: بينما يطوف الرب في جوف الليل وهم قوم مجسمة يعتقدون الله كما يعتقدون في البشر، فقالوا: فإذا به يلقى يعقوب فصرعه يعقوب وأخذ بحقوه يمنعه من الصعود إلى السماء. فقال له الرب عندهم هذا الإفك العظيم، فقال له: اتركني يعقوب، لا يراني الناس، إذا استيقظ الناس رأوني على هذا الضعف وهذا العجز لا يستطيع أن يدفع عن نفسه. قال: وألقبك بلقب مني، فسماه إسرائيل. هذا فيما يسطرونه، فسماه إسرائيل أي صارع الرب عندهم، وإسرائيل هو لفظ يعقوب نعم كما سماه رب العالمين، لكن إسرائيل معناه عبد الله، فحرفوه وسبوه وقالوا أنه معناه صارع الرب. هذا الذي ينسبون أنفسهم إليه، هذا طرف من معتقدهم في الله. ثم بعد ذلك سبوا ملائكته وعادوهم وطعنوا في أنبيائه وقتلوهم: أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فهذا سار فيهم، لا يبالون بدماء الأنبياء الذين يعتقدون فيهم أنهم أنبياء الله ورسله، ومع ذلك يذبحونهم بدم بارد، فكيف بأتباعهم؟ أما الملائكة حينما أتوا رسول الله اليهود عليهم لعنة الله تترى، قالوا: من يأتيك من السماء؟ أي من الملائكة. قال: جبريل. فقالوا: هذا عدو اليهود من الملائكة. فأنزل الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل
فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمسلمين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هذا طرف من معتقد القوم، أرأيتهم وهم على حائطهم يبكون ويفعلون هكذا، يتلون هذا الكفر البواح، ثم يخرج علينا بعض الزنادقة ويقولون هذا دين إبراهيمي، فهؤلاء موحدون وهؤلاء موحدون وهؤلاء موحدون. أهذا السب لله يسمى توحيدا ونجاة؟ فلا كفر إذن في دنيا الناس إذا كان هذا من التوحيد والإيمان، إذا كان سب الله عز وجل وانتقاصه بهذا الحال واعتقاد فيه بهذا السب هذا من التوحيد. فهلما جرى على الناس، لا يوجد في دنيا الناس أحد كفر بالله، ثم بعد ذلك يتجرؤون على نصوص القرآن التي إن سكت المسلمون على ذلك سيطولونها بالتحريف في معناها. فود القوم من الزنادقة أن لو محيت هذه الآيات يظنونها تفرقة وحربا، وهي كذلك حرب من الله عز وجل على أعدائه، فهم أعظم القوم أذى في دنيا الناس. وإذا سألت عن الإيذاء حقا فسل الجبال والأراضي وسلهم عما ينسبون لله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فإن هذه المقولة وحدها تكاد السماوات أن تتفطر وتتشقق وتتساقط وتخر الجبال هدا عند لفظها ومعتقدها. فكيف يقول هؤلاء أن هذا يسع الناس ولا يفسد لهم ودا؟ أرأيت إلى هذا الذي رده رب العالمين، قالوا اتخذ الرحمن ولدا، سبحانه هو الغني، سبحانه هو الغني، كيف تقولون أنه مفتقر للولد، أنه محتاج للصاحبة؟ كيف تقولون أنه بشر له ولد يحزن عليه ويتألم له؟ هذا رب العالمين الذي خلق السماوات والأرضين، غني عن خلقه جميعا. فهذا المعتقد يتفرع عليه كل ما ترون وسترون إلى أن يأذن رب العالمين سبحانه وتعالى. فإن القوم باتوا ولا زالوا يظهرون عداوتهم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هذا الذي نحن فيه لابد أن نعلم أن سنن الله لا تحابي أحدا من الناس، ومن سار على هذا فمصيره ما سطر رب العالمين، لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه. وأشهد أن لا إله إلا الله له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإذا كان هذا وصفهم
وهم يؤذون الله ويسبون ملائكته ويعادونهم ويقتلون أنبياءه سبحانه ويحرفون كتبه، فما الذي يعتقده الناس بعد كشف حالهم وخبيئتهم؟ هذا معتقدهم في القرآن واضح لا يحتاج إلى بيان، فإن من النفاق أن يواليهم بقلبه أو يناصرهم بعمله. لا يحل لمسلم له ولاء لربه أن يوالي هؤلاء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، تقلب الأحوال والظروف والمصالح، لابد أن نواليهم ولو ذبح المسلمون. يقول نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله وعسى في حق الله واجبة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. لكن الندم لا ينفع، فإن القوم باتوا بين خيارين لا خيار لهم فيه، إنما هي الأعمال، إما جنة وإما نار. ثم ذكر الرب سبحانه وتعالى الحكمة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. فهذا في سياق الولاء، فإن بعض صور الولاء تخرج عن الإسلام وبعضها محرم كبيرة عظام، وبعض الصور في المعاملات لا تدخل فيها. لكن لا تنسى الأولى، أن بعض صور الولاء ردة عن الإسلام، وهي موالاتهم وهم معلنون بكفرهم ضد المسلمين لإسلامهم. هنا لا يجوز التخندق معهم على أي حال، لا يجوز نصرتهم. إذا كانت هذه معلنة، إسلام مقابل الكفر، يقتلون لإسلامهم وهؤلاء يعلنون كفرهم، هذه الصورة عباد الله محل إجماع أنها مخرجة عن الإسلام. أما المسلم فقلبه لا يملكه ولاؤه لربه، من تحب ومن تبغض، ولماذا تحب هذا وتبغض هذا، هذا إيمان. قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان، لماذا أحبكم؟ مسلمون في المسجد، موحدون، أحبكم لذلك. لماذا تبغض هؤلاء؟ هؤلاء كفروا بالله، سبوه، فيخرج عليك متنطع: ما لك؟ وهذه هذا شأنه فيما بينه وبين نفسي. لا والله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. هذا عمل القلب، لا أتكلم عن المعاملات، هذا باب المعاملات واسع، تعامل ولا تظلم ولا تحقر ولا تسب، لكن القلب لا يجوز أن يحبه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، يعاملهم، يقوم على حقوقهم، لكن الولاء لهم لا يجوز. فكيف إذا كانوا محاربين؟ كيف يجد في قلبه حبا وميلا لهم؟ هذه من أعظم آفات ما نحن فيه. فإن القتل للمسلم إذا مات عليه فإنه مات على الإسلام والتوحيد، لكن المصاب الأعظم أن يصاب في دينه فيفتن وينتكس.
وهذا الذي يريده القوم من الزنادقة والمنافقين، أن يذوب الكل في بعض، وأن يصير من يعبد الله كمن يعبد بقرا وكمن يعبد حجرا، كله يعبد الله. كيف؟ كيف؟ فنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ من يقول ذلك؟ هل أستوي أنا بمعصيتي كمن سبق للإسلام من الصحب الذين بذلوا كل ما يملكون للدفاع عن الإسلام في أول وهلة؟ هل أستوي أنا مع صحابة رسول الله؟ لا. كذا لا يستوي الموحد بالأولى مع من سب الله وكفر به، وهذا ليس اجتهادا، هذا نص القرآن في غير ما آية. هذه قضية كبرى عباد الله، هذه قضية كبرى. المسلم يعود بعد ذلك أنه منفصل عن الأذى، لا يؤذي أحدا بغير وجه حق، حتى قال صلى الله عليه وسلم: وإن أربى الربا، وفي لفظ أشد الربا، وفي لفظ أحرم الربا، الاستطالة في عرض أخيك، استباحة عرضه، تتكلم فيه، تطعن فيه، هذا كما شئت، تفعل كما شئت. لماذا؟ لأنك ترى أنه لا راضي عليك، لا راضي عليك اليوم الآن، أما بعد ذلك والله لن تنجو بها. قال صلى الله عليه وسلم: ومن قال في أخيه ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبائث، ومن قال في عرض أخيه ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال، عصارة أهل النار، حتى يخرج مما قال وما هو بخارج، يخرج. قال فيه كذا، سبه، اتهمه، طعن فيه، وأعظم ذلك أن يتهمه في دينه بغير بينة، يكفره مثلا، يقول له عدو الله. قال صلى الله عليه وسلم: ومن قال لأخيه يا كافر فإن كانت فيه وإلا فهو الكافر. لفظة الصحيحين هذا: وإلا فهو الكافر، ومعنى ذلك أنه يبوء باسم تكفيره، اسم تكفيره كاسم قتله. قال صلى الله عليه وسلم: وتكفير المسلم كقتله، ولعن المسلم كقتله. فمن قال فلان كافر كأنه قتله، يحمل اسم القتل. قال فيه عدو الله، قال فيه لعنه الله، قال هذا بريء من الإسلام، ولم يكن معه بينة على ذلك يكفره بلا بينة، هذا يبوء بهذا الإثم. فالمسلم ينأى بنفسه عن ذلك، فإنه لا يحمل فوق ما هو فيه شيء وينجو به، يكفيه آثامه هو. أما أن يحمل وزر غيره فهذا الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم المفلس. أتدرون؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ولا. قال: ولكن المفلس من أمتي من أتى بصلاة وصيام وصدقة، أركان الإسلام العملية، ولكن سب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، كل على قدر مظلمته، كل على قدر مظلمته. حتى إذا فنيت حسناته، فنيت الصلاة والصيام والزكوات، فنيت، هذه أعظم أعمال العبد بعد التوحيد، إذا فنيت ما الذي يبقى له؟ أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار، هذا أعظم الخطر. لذا قال عمر بن عبد العزيز، واحفظ ذلك جيدا، كانوا، أي السلف رضوان الله عليهم، الصحابة وتلامذتهم من التابعين، كانوا لا يرون العبادة في كثرة الصلاة والصيام والصدقة، ولكنهم يرون العبادة في الكف عن أعراض المسلمين. هذا هو المتعبد، هذا هو المتدين، لسانه لا يخوض في أعراض إخوانه من المسلمين، لا يطعن فيهم لا بغيبة ولا بنميمة ولا ببهتان،
ولا ينقل كلاما لا يثق فيه، حتى قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ومن قال قولا يرى أنه كاذبا فهو أحد الكاذبين. هذه النصوص لابد أن نعيها. لم أقل أنا، لكني نشرت هذا الخبر عن فلان. لو أنك لم تكن متأكدا وفيه طعن في أحد فأنت مشارك له في الإثم، سيام لابد أن تكون متيقنا. طالما هي تطول أعراض فإنك لن تزول القدم حتى تسأل عنها، فلابد أن تعد لها جوابا. فلان كذا، وأنت في المجلس ثم تأخذ الكلام وتنقله لأنك تحمل في نفسك عليه، لابد أن يصف هذا الصدر. فإن القلب السليم الذي ينجو به العبد يوم القيامة هو الذي سلم للمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما يحب لنفسه. أرأيت؟ لو أنك لم تكن على هذه الحال فهذا ضعف في الإيمان، فيه إيذان بضعف فوق الضعف، ونخره في الإيمان شديد، وقد لا يبقى معه شيء من الإيمان إذا وصل للحالة التي ذكرنا. فنحن لابد أن نكون أمانا للناس، يأمننا الناس على دمائهم وأموالهم، يسلم الناس منا، يسلم من أيدينا ومن ألسنتنا، لابد أن نكون كذلك. وإلا فإن هذا إيذان بعقوبة قد لا يصل العبد لها تصورا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بهتانا وإثما مبينا. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ أنا أحكي فيه هذه الصفة أحكيه. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. هذا بهتان، هذا قد يمر على السمع لكنه لا يمر على القلب. لماذا؟ لأن هذا البهتان وهذه الغيبة سأرد بها كما هي كاملة المظلمة بين يدي الله يستوفى فيها الحقوق بالحسنات والسيئات. فالذي استسهلت فيه اليوم لن تستطيع أن تتجاوزه غدا، لأنك فيما ترى أنك تشاء ما تقول اليوم، لكن غدا يوم حساب، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كل ما قدمت يداك سترد بها على رب العالمين، إلا أن تستسمحه اليوم وتستدفع أثر ذلك عن نفسك. هذا الذي يؤمل فيه العبد طويلا مع قلة ذات يده من العبادة بينه وبين ربه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.